FM. الكل ملك. أكتو فيسبوك. أكتو فيسبوك هالفقرة ماسطة ولا تموت الضمار بسلة، ولكن كل الوقائع صايرة بالرسمي والتنبير فيسبوكي بحت. نحن لا نتحمل مسؤولية ما يكتب على الموقع، وإنما هكا شوية نخرجوه عن سياقه بكل براءة وشفافية شفافية. اليوم 11 سبتمبر 2017 وحكمة اليوم اللي خرج بها الشعب الفيسبوكي العظيم، اتقي شر من أحسنت إليه. وين بارتجاو التوانسة على الفيسبوك خبير قالك خلال أشغال مؤتمر حزب التكتل الديمقراطي، ارفض الرئيس السابق المنصف المرزوقي باش يصافح ويسلم على زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي. بقت الحزينة تفرح ما لقتلهاش مطرح، شرف انطح ادي وشك للحيط وانطح وتلم تنتون على تنتن واحد نتن والتاني انتن ورقصني عويس. المدون ياسين العياري والمعروف بحبه للمنصف المرزوقي علق على الحادثة عبر صفحته بالفيسبوك وقال بالحرف الواحد المرزوقي قال له ما تكسبش جرام رجولية. فجاوبته مواطنة في كومنتير وقالت الحكاية ماهيش حكاية الجرام رجولية ولا كيلو، المرزوقي هز خشم على الغنوشي على خاطر ما قيدوش في الليست متاع على 40 دينار إعانة العيد الكبير. تو سامبلومون واسأل إذا تحب. معطيش تكلميني بالكل، انت ثرثارة وغير جديرة بصديقتي. هو روى برامو ياسين العياري هازز خشمه على جميع الكل، ونلقاو ثقة الموسم للمدون المهندس الشبكات والباحث والناقد ياسين العياري يكتشف أخيرا أنه هيئة مدام سهام فاسدة، وعمل تقرير طويل عريض يكشف فيه الفساد المالي والإدالي في الهيئة، لكن أغلب الفيسبوكيين كان ليهم رد على آخر على كلام هذا وقالوا له تأخرت كتير يا حبيبي وتأخرت كتير وتأخرت علي يا زمن زمن التوبة عدى ولا جرحك لي يا شهل وخل. يعني برشا فيسبوكيين ما صدقوش كيفاش ياسين كشف ملفات فساد الهيئة، ونلقاو جملة من التعليقات كيما ياسين بطاو عليه في الشهرية يا أخي كشف الملفات، وفما اللي علق وقال حكاية ياسين وهيئة بن صدرين كيما كل حنشك اللي عض في بعض وصوح. نعلمك يا سي عثمان بي بي أغا حد شي اللي هالمقارنة ما تعجبنيش وما هيش في صالح أهلي لكارك بفضل عجايب شيخ ولي رايب. ونمر الموضوع آخر، عمل برشا بوليميك على الفيسبوك من بعد الشغور المنصب النائب على دائرة ألمانيا، قررت حركة نيد تونس ترشيح حافظ قايد السبسي الابن الشرعي للرئيس المفدى، الشيء اللي خلى برشا مواطنين على الفيسبوك يتخيلوا في برشا سيناريوات. وينلقى مواطن صالح علق وقال نائب وحيد في ألمانيا نحطوه وزير، البلاصة متاعو تفرغ ترسي في انتخابات جزئية يترشح لها حافظ ويربح ويولي في المجلس متاع خاصة باردو، رئيس المجلس يتعب من مسؤوليات الجسام ويقرر يشد داره، نواب المجلس ينتخبوا حافظ رئيس للمجلس، وسبحانه ما عظم شانه رئيس الدولة ما عادش قادر يشد رئيس الجمهورية، نحلك الدستور نلقاو رئيس المجلس يولي هو رئيس الجمهورية إلى حين نعملوا يحن علينا ربي ونعملوا الانتخابات. ما يحبوش الاحترام ما يحبوا الاحترام ما يحبوش الاحترام ما يحبوا الاحترام. بون انا شخصيا نساند بكل قوي ترشح السيد حافظ قايد السبسي للانتخابات الجزئيه على دائره المانيا، هكا كان خسر باش نشيخو ضحك، وكان ربح باش نشوفوه اخيرا يتكلم في المجلس على المباشر، واكيد باش نشيخو ضحك في كل الحالات. وانا تخيلت هكا شنو ينجم يقول حافظ في المجلس. اني سعيد جدا لاختياري لكم كشعب، نعتذر لكم لأنه ما كانش في الحسبان، لأن تفاجأت بالنتائج في الحقيقة، لذلك باش نرتجل كلمة سريعة مش بناخذكم جزء. أن أشكركم على هذه الثقة التي منحتني التي منحتها لي، لكن لكي أكون رئيسا أني أشكر كل المجهودات الجبارة، وما دمت على قيد وطير الحمام مجروح ويا بنت السلطان. ونختموا بالموضوع الأهم اللي داولوها توينس على الفيسبوك. اليوم تم عرض وزراء الشاهد الجدد على جلسة استثنائية لمنح الثقة، برشا توينس استنكروا وجود وجوه تجمعية في الحكومة واعتبروها تحوير مجرد تجمير وزاري، وقالوا يحيى التجمع أو يحيي التجمع وهو رميم.
يخرب عقلك ده انت مسخرة. الأستاذ حاتم الحاج عبر صفحته على الفيسبوك علق على تعيين وزير التربية المعين الجديد وقال السيد اللي عين روحه بروحه وزير التربية ولاوي عيطوله يلي ما تتسماش ماستا ياسر من الاول بتيجي ماستا. كان هذا كل شيء في الاكتو فيسبوك ومش كل شيء على فيسبوك. فقره من اعداد اشرف العتروس وتقديم لرامي موكلين. وكان فاتتكم حاجه تلقاو الفيديو بعد شويه على الباج فيسبوك باش غاديو كابا فام. ومشاهده طيبه للجميع. اكتو فيسبوك. كابا فام الكلمة ليك.